Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my channel. I'm Amna. I'm still getting used to this microphone. Anyway, I will be reacting to Quran recitation Surah as Saffat by Abdallah Humeid. This Surah was recommended for me to react to, so let's do it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I love the rain sound. ويقولون
وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال يقول وإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه
قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فقاض عليهم ضربا باليمين فأقبلوا في الغابرين ثم
وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما
I'm sorry. Yeah, I was just really focused, and when it was over, all the emotion just hit me. So I'm sorry. This Quran recitation was very beautiful, very soothing, relaxing. He has a very soothing voice. I'm sure I've said it before, and I've listened to him many times because I really enjoy his Quran recitations, and I enjoyed this surah because it's talking a lot about the prophets and messengers, reminding us about some parts of their stories. For example, Noah and Abraham and all the other prophets and messengers, they all came with the same message, and that is to worship only one God, only Allah. And they all have some unique stories. I'm very interested in prophet stories. I do listen to some of them. And I love about this surah how often it is saying Allah will reward the ones who do good. Even when people were against those messengers at the time, they will be rewarded. And that is the most important thing, is being rewarded by Allah is the most amazing thing. So I really love this surah a lot, and it does help me. Anyway, I don't want to keep this video too long because I know it's already very long. So thank you all for watching. Assalamu alaikum.